الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم يا الله. اللهم إنا نسألك البركة في هذا الاجتماع. آمين. اللهم لا تفرق جماعتنا هذه إلا بذنب مغفور. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. آمين. اللهم بارك الجماعة الجميع. آمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله، إنك تعلم ولا نعلم. آمين. اللهم يا عزيز يا غفار. آمين. لا تفرق جماعتنا هذه إلا بذنب مغفور. آمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. آمين. 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 الذين شهدوا لك بالوحدانية. آمين. ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. آمين. اللهم ارحمنا إذا سرنا ما صاروا إليه. آمين. تحت الجنادل والتراب وحدنا. آمين. اللهم ارحمنا إذا تصيرنا إذا كفنونا. آمين. وإذا حملونا على أكتافهم. آمين. إن شاء الله. وإذا أنزلونا إلى قبورنا. آمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما يأتي بعد الموت. آمين. اللهم إنك تعلم ما في قلبي. آمين. إنما أذكر والدتي. آمين. إن شاء الله. آمين. إنما أذكر والدتي. اللهم نور قبرها. اجعلها من أهل جنتك، جنة الفردوس الأعلى. آمين. شاء الله. آمين. وأخبرها أني أحبها حبا جما. آمين. شاء الله. آمين. الله الله. يا عزيز يا غفار. آمين. تقبل دعاءنا. استجب دعاءنا. واغفر لنا جميعا. واغفر لنا جميعا. واغفر لنا جميعا. اللهم بارك أهل هذه المجلس. اللهم بارك أهل هذه الجلسة. اللهم بارك أهل هذه الجلسة. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة. اللهم آمين. وصلي اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت